السلام عليكم. دعم القطاع الصناعي بلا شك يساهم وبصورة رئيسية بتحسين الوضع الاقتصادي في البلد. اليوم راح نتحدث عن هذه الجزئية من خلال جولة بإحدى المصانع الحكومية، وراح نتحدث عن الدعم المؤسساتي للصناعة الوطنية وعن جودة المنتج الوطني. اليوم من نفتر بالأسواق العراقية، أكو كلمة نوعا ما مفقودة بالأسواق العراقية اللي هي كلمة صنعة في العراق. هل هي موجودة هذه الكلمة؟ ولكن موجودة ولكن بقلة. يعني حقيقة هذا الموضوع احنا بالسنوات الأخيرة اهتمينا به بتوجيه من السادة المسؤولين انه شلون نبرز صناعتنا الوطنية في مجال السوق وفي مجال دعم الدوائر الحكومية. نعم، احنا اختصاص المصنع مالتنا يعني اختصاص انتاج السجاد والبطانيات الكاربد الموكيت إضافة إلى الإنتاج العرضي اللي من ضمنها الوسادة التشرشف المفروشات الأرضية الأخرى. يحتوي المصنع على 7 معامل إنتاجية، منها 3 معامل هي الإنتاج البطانية ومعملين لإنتاج السجاد، السجاد الميكانيكي والسجاد اليدوي، العفو الكاربت الموكيت احنا نسميه اليدوي غير مصنع استاذنا. عندنا مثلا معمل كاظمية المقدسة في الكاظمية لإنتاج البطانية، معمل فتح بالكاظمية لإنتاج البطانية، معمل الحرية في معسكر رشيد لإنتاج البطانية، عندنا معمل الناصرية في الناصرية لإنتاج البطانية، بس حقيقة نسكو إجراءات لفك الارتباط باعتباره يغذي المنطقة الجنوبية وارتباطه مباشرة بالشركة مقر الشركة. عندنا معمل السجاد العراقي اللي صار بالداودي لإنتاج السجاد العراقي الميكانيكي اللي حضرتك تشوفه هسه ما يضاهي الإنتاج الأجنبي والسعر مالته مناسب أيضا. عندنا معمل الغزول والسجاد النافذ اللي هو المفروشات الأرضية الكاربد الموكيت، بدينا أهلنا مكاينة وبدينا ننتج بحيث نوعيات جديدة ما موجودة بالأسواق المحلية من عندنا. طيب أستاذ عماد، يعني هسه ما شاء الله عددت له هواية معامل تابعة للمصنع اللي احنا موجودين به حاليا، ولكن مع كل الأسف يعني الانتاج ما تمو، يعني ما نقول ما موجود بالسوق، هو موجود ولكن عملية تسويق الترويج له يمكن الكثير من المواطنين هسه ما يعرفون انه اكو انتاج بالحجم اللي انت ذكرت. احنا نعالج هذا الموضوع بالآونة الأخيرة، هي صارت عن طريق زيادة المنافذ التسويقية بحيث قمنا معارض، يعني في معرض الكرادة عندنا منفذ تسويقي، كذلك عندنا في الكاظمية المقدسة أيضا عندنا منفذ تسويقي، منطقة الطوبشي منفذ تسويقي، حتى في معمل ناصرية اللي صار في جنوب العراق أيضا افتتح منفذ تسويقي. إضافة للاشتراك بالمعارض الخارجية يعني الداخلية والخارجية، أقمنا معارض، معرض اشتراك معرض بغداد دولي، هسه عندنا معرض الأمن والدفاع على يعني شاركنا به. يعني عفوا، من ياسنا بديت تتحركون على هذه الجزئية؟ يعني احنا صار لنا بحدود الساد 3 سنوات نتحرك، وخاصة تعرف حضرتك بعد التوجيهات الأخيرة بدمج الشركات في مصنع، يعني المصانع على شكل مصانع ودمجها ضمن شركة واحدة. توجيهات حقيقة السيد المدير العام والسيد الوزير أكد على أن تكون صناعتنا فخرنا شعار للمشاركة بالمعارض وشعار لإثبات وجوديتنا في الأسواق المحلية. بس يعني ما اعرف اكو نقطه يمكن انت ما راح توافقني بها. نعم، عندي تصور. نعم، المواطن ما عنده ثقه بالمنتوج المحلي. حقيقه هذا جاي نتيجه شنو استاذ؟ نعم، هاي جاي نتيجه انه دخول البضائع من مناشئ متعدده وبغياب الرقابه النوعيه على هاي المناشئ، بحيث هو يعني مثلا تجي بموديلات، تعرف حضرتك تطور التكنولوجي بالعالم. احنا كنا في يعني في سنوات، يعني تعرف حضرتك شنو بالاعمار والتاهيل، هذا يتطلب مبالغ ماليه طائله، وتعرف انت الوضع الاقتصادي والوضع المالي للبلد. فاحنا هسه نحاول نحسن انتاجنا، عم نقدر عن طريق الدوائر الحكوميه اللي بكل صراحه استاذ عماد. نعم، المواطن عنده ثقه بالمنتوج المحلي لو ما عنده؟ والله العظيم ما اريد ازملك، بس يمكن لقاءات مسجله انه يتعجبون على المنتوج احنا خاصه السجاد، وكذلك
المنتوجات الاخرى تخص المصانع اللي ضمن الشركه. نعم. يعني احنا تعرف حضرتك اذا انت السجاد عندنا السجاد اليدوي. نعم. عندنا تكرم الاحذيه الرجاليه. نعم. عندنا حذاء الخدمه. نعم. عندنا بدلات الملابس الداخليه. نعم. لمصنع الكوت. نعم. كذلك عندنا الالبسه الرجاليه في مصنع النجف والموصل. نعم. يعني هذا الموضوع استاذ حتى الناصريه. نعم. بدينا يصنعوا الحصران استاذ، وانه مشاريع عندنا هسه قيد الانجاز لانتاج بطانيه الراشيه. زين انا ارجو ان تتحملني ببعض الجزئيات اذا اضوجك بيها، بس انا راح اتحدث بلسان انا راح اتحدث بلسان المواطن. يعني المنتجات اللي موجوده من خلال المعارض او المنافذ التسويقيه اللي انت تحدثت عنها، المواطن هو شايفها واكيد هو انطاها تقييم من ناحيه الشكل والسعر. من نجي نقارن الشكل بالمنتج اللي قاعد يدخل، الشكل هو اقل يعني كفاءة من الـ 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 الأشياء اللي قاعد تستورد، سواء كانت على مستوى الألبسة أو البطانيات أو الأحذية أو غيرها من هذه الأمور. أستاذ ما أريد أقاطع حضرتك، أنت حضرتك من تقارني بالإنتاج المماثل الأجنبي قارني بالمواصفة، شوف من إيش مصنوعة. يعني المواد المرتجعة، المواد اللي لها تأثير احتمال على الصحة على البيئة كذا، يعني إحنا من عندنا مواد من مناشئ رصينة. يعني أنا بالبطانية اللي عندي بطانية أكريليك 100% خاضعة وبعدين للرقابة والتقيس والجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية. نعم. وتقدر تطلع على النتائج. يعني أنا رغبة المواطن وحضرتك أن تبدل أفكار أنه شون قناعته بالمنتج الوطني، تقدر تستلخصها من نتائج زيارة المعارض الموجودة. يعني عندنا إقبال كلش كبير، يعني حتى السادة أعضاء مجلس النواب اطلعوا على معرضين طلعوا، يعني هم اقتنوا كافة المنتجات اللي عرضناها. فأعتقد إن إحنا ماشيين يعني أوكي، إحنا معتمدين بالصناعة المحلية على مواد أولية ذات جودة وكفاءة عالية. زي ليش ما ندخل الحيثيات الجمالية بالصناعة؟ يعني إحنا لحد هاي اللحظة معتمدين على قوالب نوعا ما. أنا أشكرك على هذا السؤال. إحنا هسا مثلا نجهز الدوائر بعقود، عندنا عقد مثلا ويا مثلا الدفاع، المقدار العقد من 2015. نعم. استاذ. نعم. بمليارين و408. نعم. سلمونا دفعه تشغيليه مثلا 238 مليون بهالحدود، يعني من المليارين واربعه، على اعتبار انه من نجهزهم. نعم. كامل الكميه 105 الف بطانيه يعطونا باقي لحد الان سنتين انا ما مستلم ولا فلس. الداخليه من 2014 جهزنا القوات البطلة المسلحة والحج الشعبي بمليارين و300 لحد الآن ما مستلم ولا فلس. يعني إضافة لدوائر أخرى لحد الآن ما مستلمين. أنت شلون تقدر تنتج وما عندك إيراد وتطور التكنولوجيا مالتك والخطوط الإنتاجية؟ فأنت لو يصير مثلا أنه تزيد، أنه تصير عندك إمكانية مادية أن تطور خطوط الإنتاجية. زين أستاذ عماد، برأيك الأساليب المتبعة بالتصنيع اللي احنا بدنا نعتمدها حاليا عام 2017 هي منياسة تقريبا، سواء كانت على مستوى القوالب او الاشكال او التصاميم او المكائن. بعض المكائن انه شراء يتم وتنصيبها في بالثمانينات، وبعض المكائن يعني بعضها بالسبعينات ايضا. بس احنا صار اثناء عمليات التاهيل، يعني صارت عليها بتحديث. نعم. بعض الخطوط. نعم. وايضا مكان خطوط انتاجيه جديده جبنه اهناها، واللي ايضا حدثنا المكان حدثناه بموجب السيوله المتوفره عندك والتخصيص اللي وفر لك اياه. صار زين، يعني هاي ما اعرف هل هي مشكله لو قضيه اعتياديه، انه احنا نعتمد على مكاين عمرها 30 سنه مثل ما تفضلت، يعني عندنا من الثمانينات و40 سنه اللي هي من السبعينات، قضيه اعتياديه هاي. لا يعني على مستوى الصناعات العالميه اكو اساليب. يعني حكومة الوزاره دائما بخطط الاستثماريه تحاول تدعم تشكيلاتها. انت كمدير مصنع. نعم. هذا تعتبره شيء سلبي؟ لا هو مو شيء سلبي، هو انت لازم تواكب التطور. نعم. لازم تواكب التطور، بس هذا جاي مين؟ يجي من حجم التخصيص اللي يجيك استاذ. نعم. وحجم المبيعات اللي عندك. أنا حكيت لك شنو يعني المعوقات اللي تصيرني. يعني أنا إذا أبدأ، وهسه حقيقة الشركة إدارة الشركة مالتنا تسعى إلى حماية المنتج من السجاد، وصار قانون هسه إنه حماية المنتج للسجاد العراقي، وكذا قدر نشتغل على البطانيات وعلى منتجات أخرى لمصانع أخرى. هاي كليتها إذا أنت حددت من عندها وقدرنا إحنا ننتج إلى الأسواق ونشوف الطلب مال السوق،
نقدر احنا نطور المكنة. طب رأيك شنو الأشياء اللي نحتاجها أو اللي تحتاجها الحكومات المحلية حتى نوصل إلى مرحلة نقدر نقول إنه المنتوج المحلي العراقي هو المنتوج الأفضل من ناحية تلبية رغبات المقتنين أو المواطنين، من ناحية التصاميم، من ناحية الجودة، ومن ناحية السعر؟ نحتاج الدعم. دعم. الدعم. الدعم يكون على نوعك، ودعم تعرف حضرتك دعم معنوي ودعم مادي. هسه الدعم المعنوي أوكي سهل. لا مو المشكلة بالكلام موجود، بالجرائد موجود، بالصحف موجود، باللقاءات موجودة. إلا أنه أنت من تروح مثلا يعني الجمعية الهلال الأحمر اللي هي إغاثة النازحين، صار يمكن سنتين ونص ما أخذ من عندنا. يعني المعدن جهز المهجرين بس مو بالكميات اللي حجم اللي شوف العوائل النازحة. وده تأخذ من عندنا مو من تأخذ أستاذنا العزيز. فيحتاج دعم مادي ومعنوي. زين خلنا نحكي وياك بصفتك الشخصية مو بصفتك الاعتبارية. أنت كمواطن يعني من تتجول بأسواق بغداد وتشوف المنتج المحلي مقتنع بالأسعار؟ والله أستاذ الأسعار هسه الجودة الجودة تحدثنا بها، قلت إنه المواد الأولية المستخدم بصنع عمالتنا تخضع إلى جهاز تقيس وسيطرة نوعية. أوكي هاي قضية جيدة، بس من ناحية السعر أستاذ تعرف أنت حجم العمالة الموجودة، حجم العمالة رواتبها الموجودة، هذا أيضا ينسحب على سعر الكلف. تعرف أنت تحسب الكلف، الكلف الثابتة والكلف المتغيرة، الرواتب حجم الرواتب الموجودة عندنا ينسحب على السعر الرسمي المادة. هسه جتنا التوجيهات أنه نحاول إحنا نباوع الأسعار ونحاول أنه نخفضها ونحاول الراكد أنه نخفضها ونمشي يعني، وإحنا في طور العمل بهذه التعليمات. زين جزئية يعني خلنا نتحدث عنها، قضية التسويق. نعم يعني أنتم تعتمدون على الأسواق الاعتيادية لو تعتمدون على التسويق للمؤسسات الحكومية، ويا هو الأهم أستاذ تعرف حضرتك خنسميه من الجانب الربحي للشركة. احنا هسه معتمدين على حقيقة الدوائر الحكومية، معتمدين على الدوائر الحكومية، لأنه الدوائر الحكومية متطلباتها بأعداد هائلة تعرف حضرتك. بس هذا ما يضير أنه جتنا التوجيهات أن نتحرك على الأسواق من الوكالات الخاصة. نعم. يعني أن نغزي السوق بمنتجاتنا، أنه فرق جوالة تفتر بالأسواق وتباوع مقارنة المنتج مالته ومقارنة السوق، وعندنا دوائر البحث والتطوير تناقش هذا الموضوع. فأكو تحرك هسه جدي أستاذ على الأسواق المحلية. زين وأكو طلب على الوكالات أستاذ. يعني أكو طلب، أكو بعض التجار، أكو طلب تجينا طلبات. نعم أستاذ في وكالة حصرية وكذا، بس إحنا دريد حقيقة يعني ننشر منتجنا إلى أكبر مساحة في الأسواق. يعني أنتوا راح تعتمدون على الوكالات لو أصلاً اعتمدتوا عليهم هاي الفترة؟ لا ده نشتغل بها أستاذ. يعني وفق القوانين المتاحة عندنا، تخضع لقوانين وتخضع بعض التعليمات تعرف حضرتك. بس لازم أكو تسهيلات باعتبار القضية. طبعاً أستاذ موجود هاي التوجيهات من الوزارة ومن إدارة الشركة. زين. حقيقة بنقاط أستاذ عماد، المنتوج المحلي بصورة عامة أو القطاع الصناعي بصورة عامة، ماذا يحتاج هذا القطاع حتى نصل إلى مرحلة ونقول أن كلمة صنع في العراق هي أفضل الكلمات التي نقرأها على المنتوجات اللي موجودة بالسوق العراقي؟ والله أستاذ إحنا قلت لك أنا يحتاج الدعم، الدعم المادي والمعنوي. المادي أنه تزيد مستحقات هذه الشركة وهذه المصانع. نعم. عم تقدر تلبي طموحات التكنولوجيا اللي يعني اللي نحتاجها. يعني تحديث المكننة اللي عندنا يتطلب الدعم المادي وتزيد مستحقاتنا، وانا حكيت لك بعض الديون يعني. نعم. هذا بعض من فيض أستاذ. نعم. والدعم المعنوي انه عن طريق المجالس الحكومية ومجالس المحافظات، انه تجبر الدوائر على الاقتناء من منتجات القطاع العام.
دكتور ليث نرحب بكم قناه انارتي عربيه. احنا نرحب بكم. اهلا وسهلا بك دكتور ليث. يعني هل هنالك مشكله حقيقيه بدعم الصناعات المحليه ودعم المنتوج المحلي؟ مشكله احنا من نقول اكو مشكله لازم نشوف شنو الاسباب. نعم نوصل للاسباب. احنا مشكله الصناعه الصناعه تحتاج الى ثلاث دعامات رئيسيه. نعم. اللي هي يعني قرار دولة. نعم. اولا ومنتج كصناعه اني كمنتج وتحسين الانتاج. نعم. والدعامه الثالثه والرئيسيه اللي هي المستهلك. نعم. المستهلك هذه الدعامات الثلاثه اذا كل من ادى دوره بالصوره الصحيحه حتما راح نطلع بصناعه تخدم هذا البلد وتؤدي الغرض منها. تؤدي الغرض منها. نعم. اليوم اني احتاج الى القرار السياسي اللي يدعم القرار الوطني. نعم. اللي يدعم الصناعه ويفعل دور الصناعه. نعم. كي بدورها انه تفعل تدعم ميزانيه الدوله. نعم. ماكو بلد بدون صناعه. زين. ماكو بلد بدون صناعه. وعلى المنتج. نعم. ان يحرص على تحسين نوعيه انتاجه وتوفر به المواصفه المطلوبه من اجل ان يكسب ثقه المستهلك، وعلى المستهلك ان يعين بلده ويشجع منتوجه. لا ما هو المستهلك بالنهايه هو يبحث عن الافضل. اكيد الافضل من ناحيه الجوده. اكيد الافضل من ناحيه السعر. اكيد. وبالتالي احنا خلينا نحقق الاشياء اذا كنت انا محقق له. اها اذا كنت انا محقق له اليوم محقق له النوعيه الجيده والسعر المناسب وما يضاهي ما موجود بالسوق المحليه من منتجات مستورده. نعم. فليش انا ما يدعمني المنتج؟ زين دكتور يعني خلينا نقول كلمه صنعه في العراق قياسا بال منتج المستورد. نعم. ما اخذ استحقاق هذه الكلمه؟ تفاوض ما بين منتج ومنتج، ما بين شركه وشركه. اكو عندي من المنتجات اللي يضاهي المنتج المستورد بمختلف مناشئه، واكو عندي لا تحتاج الى دعم بعد اكثر، تحتاج الى جهد بعد اكثر. يعني راح اكون وياك صريح بجزئيه دكتور. نعم. المواطن العراقي ما اعرف تأيدني انه ما عنده ثقه بالمنتج المحلي. صح بالفعل. احنا مرت علينا 13 عجاف. تراكماتها اللي أقصد بها فترة الحصار، تراكمات فترة الحصار بدت تظهر منتجات إلى السوق تريد تغطي منتجات محلية، منتجات محلية مو بالنوعية اللي بالمستوى. من بعد 2003 هذه 13 سنة المواطن فقد الثقة، فقد الثقة بالمنتج العراقي لأنه ما كان يحقق الغرض من عنده، مو بالتقنية مو بالنوعية. مو وفجأة إجاني مستورد وبديت المواطن بدأ فتح عند السوق، فحتما زحزحت الثقة. واليوم أنا ما حاولت أنه أرجع لما قبل ال 13 العجاف. زين برأيك شلون أرجع هاي الثقة؟ هسه احنا هسه الجانب الصناعي عندنا. نعم. حسب ما يقال على لسان المسؤولين اكو دعم. دعم هسه اكو دعم مادي معنوي، دعم بالمستوى المطلوب، دعم مو بالمستوى المطلوب، اكو دعم محتاج الدعم بعد ما يقال. بعد اني احتاج شلون ارجع الدعم بالمنتوج المحلي من خلال انه انا اخلي المواطن العراقي من يفتر بسوق يدور على المنتج العراقي يقول ما اريد لا التركي ولا الصيني ولا الهندي ولا الياباني، لا اريد العراقي. من خلال انه المنتج يعني كصناعه اهتمام بالنوعيه. نعم. لازم اني اهتم بالنوعيه، اراعي ذوق المستهلك. نعم. احاول جاهد انه ابحث عن اليه اشباع الحاجه عند المستهلك واوفرها. اليوم انا عندي منافسه، لازم اوفر كل شروط المنافسه من انزلاني، من ناحيه النوعيه، من ناحيه الماده الاوليه، من ناحيه التعبئه والتغليف، من ناحيه مراكز البيع والتسويق، هذني كليه لازم تكون اكو فد خطط مدروسه انه انا انزل بها للسوق على مود اقدر اضاهي ما موجود من 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 مستورد. زين. واكون قريب من المستهلك. زين هسه احنا تحدثنا عن الجانب الصناعه بصوره عامه. نعم. خلينا نعطي مثال، هسه احنا حاليا موجودين بمصنع يعتبر هو واحد من اكبر المصانع في محافظه بغداد. نعم. ومعني باهم جزئيات المواطن. نعم. البطانيات الزوليه، الالبسه. نعم. الاشياء الخفيفه، الجلود، الملابس، المواد الطبيه. يعني برايك من ناحيه التصميم، من ناحيه السعر، من ناحيه الجوده، هل المنتج اللي يطلع من هذه الشركه مقنع؟ مقنع قياسا. انا ما راح احدثك كموظف في هذه. نعم. في هذا المصنع. نعم. وكعامل في. نعم. هذا المصنع. انا راح احدثك كمستهلك. نعم. كمستهلك عراقي اني المنتج اللي يطلع من هذه الشركه
ما اشوف انه اكو بي صفه مقارنه بالمثل ويا المستورد. يعني من نقول انه اني انتجت اليوم من مصنع الصوفيه سجل نحو الاسود ولا نحو الاحسن، ما يجي الاحسن من عنده. يعني ماكو، ما اتصور اكو منتج يعني من السجاد على سبيل المثال. يعني أنتج السجاد العراقي، السجاد العراقي معروف، المواطن العراقي يعرف مصنع الصوفية باسم أهلنا قبل السحلة، مصنع فتح باشا. منتجات فتح باشا بكل أنواعها ما يضاهيها منتج. اليوم أنا صارت عندي، أنا حدثت يدور على الصيني، أنا عندي 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 التعتيم الإعلامي، وعندي المواطن ما مدى يمتلك الثقافة الكافية اللي يفرز ما بالنوعية. اليوم المواطن دا يشوف شكل، علما انه اني المنتج اللي دا انتجه شكله مو قاصر، شكله مواكب، شكله يحاكي. اليوم اني بالتصميم عندي هويه، هويه المنتج العراقي، المصمم العراقي يضع هويته. يعني من اشوف اليوم لذلك اغلبيه التصاميم اللي تطلع من هذا المصنع تحمل بعض الشعارات الحضارات السومريه، حضارات سومريه تحاكي الاسلاميات، حضاره وادي الرافدين. ذوق اهلنا احنا شنو وذوق اهلنا يعني بالسجاده ولا بالبطانيه يعني وكذا. انا هذا منطلقي وهذا تراثي وهذا الدين موجوده بها مثلا ملويه سامراء، القيثاره السومريه، نتنوع وننفتح احنا لانه الاشياء اللي موجوده في بغداد، الانهر او الاهوار او بعض هي هويه. هذه هويتي يعني ما يقتنع بهاي الأشياء. يعني المواطن يبحث عن الجودة والسعر الرخيص. الجودة عندي لا تضح. اليوم أنت من تقول لي السعر المناسب السعر الرخيص فرق؟ لا الرخيص أكو فرق ما بين المناسب وما بين الرخيص. الرخيص أنا أعتبره ما لا قيمة له، ما لا قيمة. أنا اليوم من قبلت لنفسي أنه أخذ رخيص إذن ما أبحث عن الجودة. أنا صارت عندي مادة. لكن من أقول مناسب، كلمة مناسب هي عملية موازنة ما بين السعر والنوعية، ما بين السعر والنوعية. اليوم أنت من تريد تقيس منتجي ونوعية منتجي، قيس لي بالمماثل، قيس لي من ناحية المادة الأولية، قيس لي من آلية التصنيع، قيس لي من الأبعاد، قيس لي من التصاميم، قيس لي من اللون، قيس من هذن الأمور. جيب لي مثل مواصفاته، مثل هذه المواصفات اللي أنا واضحة بمنتجي، جيب لي مثلهم مستورد وقارن لي سعر منتجي مع سعر المستورد. راح تلاقي سعري اني راح تلقى سعري انسب من المستورد، انسب من نفس الصفات، نفس الصفات انسب. بس انت مو تجي تجيب لي منتج اردى مما انتج اني وتجي تقول لي انه هذا رخيص وانت منتجك غالي. طبعا انا منتجي غالي لان انا دا اصرف عليه ماده اوليه اصليه، انا دا اصرف عليه عمليه انتاج باساليب حديثه، انا دا انطي منتج يليق بالمستهلك العراقي. تكررتها اكثر من مره. نعم، الاساليب الحديثه اللي تقصدها ايش قد عمرها؟ اساليب حديثه انا احكي لك تقريبا من 2012 2013 14 دخلنا خطوط انتاجيه جديده. جنابك هسه تشوف هذه المكان كلية دخلت هذه دخلت هذا كنموذج، هذا كنموذج على سبيل المثال. صار سؤالك بحكم اكو مكان قديم، ما عندي يعني مكان قيم تقريبا توقفت عندي هذا المعمل، ما عندي ماكينه قديمه بس يعني اقدم غير معمل اكو بمكان ما زال، لانه ما زال ينتج لي الماكينه. اليوم بما انه بيها جدوى اقتصاديه من انتاجها، ليش ما خليت تنتج؟ اذا كانت عمليه حتى نوضح مساله. نعم. احنا بنقول ماكينه قديمه. نعم. يعني هنالك بعض المكائن هي قديمه ولكن حتى اذا تم تحديثها تؤدي الغرض من اجلها. بالضبط، يعني مثلا هسه الماكينه اللي امامنا. نعم. يعني هي عمليه سحب الخيوط على شكل روله. نعم. او بالعكس. نعم. وبالتالي هاي اذا قديمه او جديده هي ما راح تضيف شيء، تؤدي الوظيفه نفس الوظيفه. بالضبط. لكن تفرق عندي وين؟ راح تفرق عندي بكم الانتاج. هذا راح تعطيني كم انتاج اكثر الجديده المتعلقه بالشكل بتحديد اللون. هم تغيرت عندي، تغير هم تغيرت عندي. كانت عندي على سبيل المثال كانت عندي انا من المكان اذا اريد اغير النقشه احتاج كذا شهر يلا اقدر اغير النقشه، لانه عمليه يعني تغذيه الماكينه بعز تغيير النقشه. لا. عمليه يدويه. اليوم انا دخلت عندي الالكترون اللي هي بلحظات اني اقدر اغير. فش نطتني هذه؟ نطتني في مجال اوسع انه اني اتنوع بوقت اقل. نعم. هذا نوع من الحداثه اللي فادني وخدمني بانتاجي. صح انه ادت نفس الوظيفه لكن طاقتها الانتاجيه اعلى، خياراتها قامت تنطيني خيارات اقدر انه احاكي بها متطلبات السوق اكثر. زين. فهذا التنوع فادني انا. زين دكتور ليف، يعني رغم الامكانيات. نعم. المحدوده اني اسعى الى التطوير. امكانيات نقدر نعتبرها محدوده؟ محدوده جدا. محدوده جدا. قياسا بشنو محدوده جدا؟ قياسا انه قياسا بعدد المكائن، بعدد العاملين، لا احنا كعدد عاملين يعني يعني موجود. يعني بماده انه اني اريد اليوم اوفر، اني اريد اوفر خطوط انتاجيه على مود اقدر اواكب. اليوم اني اكو طفرات تكنولوجيه سريعه جدا. نعم. هذه يحتاج لها الى مبالغ.
يحتاج لها الى تخصيصات. انا اليوم من اريد اواكب، قلت لك يعني جنابك بدايه الحديث انه اليوم من اريد انافس لازم تتوفر عندي كل شروط المنافسه. هل المنتوج المحلي يستطيع المنافسه عالميا؟ كنا قبل احنا يعني لا هذا هسه قبل يعني فيما لو توفرت راح نرجع للشق الاول موجود حاليا وفق الموجود لا ما عالميا لا عالميا لا, لا بس كعراق كسوق عراقيه لا ممكن انه اني انافس وانزل بكل ثقل بس عالميا عالميا ما اقدر اوصل للعالميه لانه لحد الان ما مواكب اني التطور الحاصل التكنولوجي الحاصل عالميا يحتاج لي يحتاج لي بعد بنقاط يعني ايش وقت نوصل الى مرحله انه المنتج العراقي هو المنتج اللي يبحث عنه المواطن انه المنتج العراقي يكون منافس على مستوى المحلي والمستوى الاقليمي والمستوى العالمي ويكون مصدر ربحي على مستوى الدولة اذا الاقطاب الثلاثه اللي حكينا بيها تعاونت اللي هن باختصار اللي هي الدوله دعم الدوله نعم والاهتمام بالمنتوج كمنتج كوزاره الصناعه نعم. اليوم انا كصاحب معمل اليوم انا اهتم بمنتجي واراعي كله والعمل على تثقيف المستهلك ودعم اليوم انا اليوم انتجت ومخازني انا مليانه اذا ما اجي احد يشتري من عندي انا شلون اليوم صناعي انا اليوم الفلوس اريد ادورها بالسوق واريد اطور شلون اطور اذا انا منتجي ما ينباع انا اليوم اذا دوائر الدوله تعزف عن انه الشراء من القطاع العام شلون انا اليوم اكو ملايين استاذي هنا يعني نقطة جدا مهمة اليوم اكو دوائر عندنا يدخل في اهم يعني تفاصيلها وتجهيزاتها منتجاتي على سبيل مثال البطانية اليوم وزارة الداخلية الدفاع الصحة الهجرة والمهجرين كثير من الوزارات العدل هذا كله يحتاجه واكو تخصيص له اليوم جنابك انت على سبيل المثال نقول فد رقم معين هذا الرقم مخصص لشراء البطانيات اذا ما اجي اشتري من عندي من راح اشتري هيشتري من الصين راح يجيب جت من الصين لتعاملات معينه لاسباب معينه يوم اذا ما جيت اشتريت من عندي قل لي هذا المبلغ اللي يخصص للبطانيه وين راح عمله صعبه طلعت من عندي بلدي يمر بازمه اقتصاديه راحت للصين اللي هي ما بحاجه اصلا لفلوسك صح بينما اذا اجي اشتري ناهيك عن الفرق بالسعر والنوعيه فرق بالسعر والنوعيه والجهد والى اخره انا صار عندي يمكن بس اجور النقل إذا تم استيراد مثلاً بطانيات تعادل شراء كميات كبيرة من أنا وهذه النتيجة اليوم إذا أراد يشتريها من عندي يعني الفلوس وين صارت الفلوس بجيبي يعني أنا كعراقي كميزانية عراقية أقدر راح أجيب شنو راح أجيب الخيط وراح أطور الماكينة وراح فلوسي راح تدور راح أنا خليني اليوم فلوسي تطلع للشيء اللي ما أقدر أجيبه اليوم إحنا يعني كمصنع كنا ننتج الغزل مرور الايام اصبح انتاج الغزل ما بيه جدوى اقتصاديه ممكن انه اني اروح استورده راح يكون عندي ارخص ممكن انه هذا كم اجيبه انه ماكو بديل أها. ماكو بديل محلي احسنت بس اني مو عاجز انه اروح اجيب بطانيه واني اقدر عندي من الطاقه الفنيه وعندي من الماكينه وعندي من راس المال ليش ما انتجها انا البطانيه متى تنتهي هذه الازمات اللي تحدثنا عنها اذا ما تفاعلت هذه الاقطاب الثلاثه أنا أبقى مصر علي هذين الأقطاب الثلاثة لأنه هم أساس الصناعة العراقية شكرا جزيلا دكتور لي أنا أشكركم ونشكر قناتكم القطاع الصناعي في العراق لا يحتاج فقط إلى دعم مادي ومعنوي هنالك جانب آخر لا يقل أهمية عن الجانب المادي والمعنوي وهو الجانب التسويقي طبعا وزارة الصناعة والمعامل العراقية بدأت تشتغل على هذا الجانب من خلال فتح منافذ بيع مباشر ومن خلال خلق حلقة تواصل بين المستهلك والمعامل إلى دعم الدولة ليس بس الدعم المادي والدعم المعنوي اللي متمثل بالدعم الإعلام الإعلام الدولة الرسمي مدى يتوفق في دعم المنتوج الوطني بالجانب التسويقي صراحة التسويق ضعيف بالنسبة لكل الشركات بسبب المستورد البضاعة المستوردة الأجنبية اللي تدخل البلد بسبب الحدود المفتوحة
وعدم فرض الضرائب وتعريف الجمركيه، تطبيق التعريف قانون التعريف الجمركيه على البضاعه المستورده. بس يعني قضيه تسويق المنتج هي قضيه متعلقه بالمعامل والمصانع نفسها، يعني هي قضيه متعلقه بالاجتهادات الفرديه. يعني لحد هذه اللحظه اغلب المصانع، ما توافقنا او لا، اغلب المصانع والمعامل العراقيه تعتمد على الاساليب القديمه بالتسويق منتجها. هل هذا الشيء صحيح لو تشوف؟ لا رأيك كل يعني محترم بهذا الجانب، ولكن كل قسم تسويق او كل مسوقين لازم لديهم ادوات تسويقيه. نعم، شنو الادوات التسويقيه استاذ نسر؟ اولا الجانب الاعلامي ضعيف عندنا بسبب قله السيوله الماديه، طيب، الماليه للشركات. نعم. اثنين، ماكو كوادر يعني متقدمه ومتطوره بالاساليب التحديث من جانب المواد او الوسائل الاعلام الموجوده يعني حاليا. يعني يمكن هذا يعني بسبب سوء تسويق المنتج المحلي صارت اكو عدم ثقه من قبل المستهلك او من قبل المواطن. المواطن عنده ثقه بالمنتج المحلي لو ما عنده؟ بالتاكيد عنده ثقه. عنده ثقه؟ عنده ثقه. احنا عملنا على في مصنعنا، المصنع الصناعات الصوفيه اللي تابع للشركه العامه للصناعات النسيجيه والجلديه. نعم. عملنا على تطوير قسم التسويق في هذا المصنع من كل الجوانب صراحه، واحنا مستمرين بهذا التطوير. اذا المواطن عنده ثقه ليش ما يقتني المنتج؟ لا الحمد لله والشكر اكو اقتناء واكو مبيعاتنا جيده واقتناء المواطنين بالفتره الاخيره خصوصا هذه السنة. نعم. المواطن شعر وحس بأنه المنتج المحلي أفضل من المنتج المستورد من ناحية النوعية والجودة وحتى السعر مضاعف. بس أغلى؟ لا احنا هسه عملنا على تقليل الأسعار. نعم. طبعا أغلى لأنه الكلف اللي تنضاف على المنتوج من الطاقة الكهربائية، المواد المستخدمة، مواد نوعيتها جيدة. المواطن المستهلك مدى يعرف انه نوعية المواد المستخدمة بالمنتوج المحلي مقارنة بالمنتوج الاجنبي. باعتبارها قضية خاضعة الى يعني خلينا نسميها اجزاء اكاديمية، جهاز تقيس وسيطرة النوعية ما عنده هاي الفكرة انه احنا شو نستخدم مواد والمنتوج الاجنبي شو يستخدمون له مواد. المنتوج الاجنبي 80% عوادم مرتجعة. نعم. المنتوج العراقي مواد أولية أكريليك 100%. زين احنا خاضع منتجاتنا خاضعة للجهاز المركزي لتقيس السيطرة النوعية. العفو، كل المنتجات العراقية خاضعة للجهاز؟ كل المنتجات العراقية. ما ينتج أي شركة هسه تروح لها ما ينتج منتج إذا مو بشهادة فحص وقبول. لا حد، وين المشكلة؟ ليش هسه أنا منفتر بأسواق العاصمة بغداد أو عموم محافظات العراق؟ المنتج المحلي هو آخر منتج أشوفه واخر منتج يتم طلبه من قبل المستهلك. بالتاكيد انا راح اوضح لك فالصوره. هل المشكله يعني متعلقه بالمواطن انه هو ما يبحث عن المنتج؟ المواطن العراقي المشكله اصلا بالطرق التسويقيه الكلاسيكيه اللي تعتمدها يعني المصانع او المعامل العراقيه. لا المشكله مو بالطرق التسويقيه، المشكله انه المواطن العراقي يبحث عن استهلاك عن الماده الاستهلاكيه اللي متوفره حاليا بالسوق. لفترة لفترة مؤقتة. يعني احنا نشوف عوائلنا الكريمة انه كل شهر شهرين يغيرون في الديكور مال الاثاث. نعم. لازم انت تشتري مادة رخيصة. احنا موادنا لانه انا هسه بالبيت عندي سجادة يمكن 8 سنوات بعدها كما هي يعني فيغيرون الديكور. زين. بنفس الوقت. نعم. انه البضاعة الموجودة ورخص اسعارها المواطن ينتج لها لانه بسبب الرخص رخيصة. أي. وهذا الشيء أنتم ما تقدر يعني تعتمدون منتجاتكم باعتبار منتجات يمكن تدخل بها مواد أولية غالية. مواد أولية غالية. المواطن بغض النظر سواء كان سعر المنتج غالي مناسب رخيص، هاي قضية. بما يخص الجودة، المواطن مقتنع بجودة المنتوج المحلي؟ يعني أكو رضا تام من ناحية الشكل، من ناحية الفترة الزمنية اللي ممكن يعيشها المنتج المحلي؟ طبعاً إحنا في إنتاجنا وخصوصاً السجاد العراقي، راح أتكلم لك عن السجاد العراقي. نعم. السجاد العراقي طبعاً حالياً هو المنتج الوحيد الأول بالمنطقة. يعني سوريا تقريباً انتهى إنتاجها، ماكو إنتاج، بقى الإيراني يذهبون إلى حرير وبولستر. وإحنا ميزة إنتاجنا أنه إنتاجنا أكريليك خالص 100% وعندنا نوعية صوف 100%. السدة ماله قطن ولهذا السبب شوفه ما يتكسر ما يتأثر. العمر ماله أكثر. اثنين المواطن الجودة. لا مو هو المواطن ما يعرف هاي التفاصيل. المواطن ايه؟ احنا من خلال خططنا التسويقية في مصنع صوفية ذهبنا إلى
شرح المواطن، ايضاح الصوره لانتاج المواطن. شنو الطرق اللي اعتمدتوها؟ يعني مؤتمرات سويتوا، تجمعات سويتوا، تخفيضات والناس جو الطرق اللي اعتمدناها زياده منافذ تسويقيه، فتح معارض. العفو، منافذ التسويقيه المقصود بها المعارض اشبه بالمعرض اللي احنا موجودين، المعارض اشبه بالمعارض. هاي اكو عندنا معارض منتشره في محافظات العراق، نعم، معارض ثابته. طيب. واتجهنا الى المعارض المتحركه المتنقله يعني نسميها، نعم، في مجلس النواب، في معرض بغداد الدولي، في بعض الوزارات، في بعض الشركات الحكوميه. فانتاج هاي الهدف منها مو فقط بيع وانما الترويج. الترويج الهدف مالها الاول، الترويج، نعم، والبيع الهدف الثاني. فردا يعني جوابا على سؤالك، انه المواطن مقتنع العراقي 100% بجوده انتاجنا ونوعيته. عندك جانب الثاني انه احنا مكننتنا اللي ننتج بها كلها موديلات قديمه، فنحتاج الى تحديث المكائن بالنسبه لزياده النقشات، زياده الديكورات. شنو الاشياء اللي ممكن تتوفر للصناعه العراقيه حتى نوصل الى مرحله انه انا من اروح للسوق ادور على المنتج العراقي، انه انا من اطلب للسوق اشوف المنتج العراقي هو المنتج الاكثر انتشارا قياسا بالمنتجات اللي تم استيرادها؟ شنو الاشياء اللي تحتاجها؟ بالدرجه الاولى نحتاج الى تطبيق قانون التعريفه الجمركيه، نعم، وفرض ضرائب على المنتج الاجنبي. حتى المنتج الاجنبي من يجي يعني يا اما يلقى تعريفه جمركيه عاليه تمنع من دخوله، يا اما يخضع الى جهاز تقيس والسيطره النوعيه حتى نعرف انه هذا منتج رديء او جيد. طيب، هاي النقطه الثانيه. نحتاج الى دعم اعلامي من قبل الدوله، نعم، ونحتاج الى تحديث مكائن الانتاج. يعني احنا هسه عندنا مكائن تستقبل 5 الوان بالسجاد فقط، بس بينما المكائن الباقي تستقبل اكثر من 10 الوان. وهاي نقطه مهمه يعني. طبعا نقطه مهمه. سواء يعني انتم اذا تسمح لي هذا الانتاج اللي تشوفوه بهالنوعيات هاي وبهالنقشات هاي، هاي جهود الفنيين الجيدين الموجودين في مصانعنا بجهود ذاتيه يطلعون هاي النقشات الحلوه والموجوده. طيب. خلاصة الكلام، قضية دعم الصناعة الوطنية، هذه القضية لابد أن ما تتوقف عند حد معين باعتبار أنه هي لها مردود إيجابي على البلد من عدة مستويات، على المستوى الاقتصادي وحتى الأمني، باعتبار إذا اشتغلت كل المصانع والمعامل العراقية راح تتوفر فرص عمل للكثير من العاطلين عن العمل، وراح تقل حتى المشاكل الاجتماعية. نستودعكم في أمان الله.